المسألة الأولى التي يجب أن نتساءل عليها هذا الإجهاد المائي، واش هو والد اليوم يعني إكس نيلو خرج بعرف منين، ولا هو معطى هيكلي بالنسبة للمغرب، ولا هو نتيجة ديال واحد المسلسل اللي تتدخل فيه العوامل المناخية اللي فوق الطاقة البشرية والسياسات العمومية المتبعة. علاش تنطرح التساؤل الأولي؟ لأنه عنده بالضرورة يعني واحد إسقاطات على المنهجية والطريقة والسبل والسياسات التي تستوجب اتباعها من أجل مواجهة هذه الإشكالية العظمى الكبرى التي ربما إذا استمرت لا قدر الله قد تشكل خطر فعلي، يعني ما فعلي على الاقتصاد المغربي وعلى الجوانب الاجتماعية والبيئية وحتى الوجودية، راه وجعلنا من الماء كل شيء حي. فبالتالي هنا ترجعوا لشنو هو يعني الخاصيات او لي كاركتيرستيك ديال المغرب على المستوى ديال المناخ. المعطى الاول هو غالبيه المناطق ديال التراب الوطني هي تحت وطأة واحد المناخ جاف وشبه جاف، تقريبا 85% من التراب الوطني. ملي تنقولوا مناخ جاف وشبه جاف، هذا بالضرورة هو مناخ فيه قلة تساقطات المطرية وتقلباتها عبر الصيف في الوقت وفي الزمان والمكان. هذا المعطى الأول. المعطى الثاني هو تمركز ديال الموارد المائية ديال الأمطار في رقعة ضيقة من المغرب، هو ما يقارب 50% ديال الواردات المائية ديال الأمطار تطيح في واحد 7% من المساحة الإجمالية للمغرب، هو حوضي سبو لوكوس. ملي تنتأملوا هذه المسألتين الهيكليتين اللي ما راه باقة الآن متواجدة وربما الحدة ديالها زادت، هو أنه هذا فرض ملاحظة ثالثة اللي هي هيكلية في التركيبة ديال القطاع الفلاحي المغربي، هو عندنا واحد بحال بارادوكس، واحد المفارقة. المنطقة التي طيح فيها الشتاء بزاف هو المغرب، داك الشمال الغربي للمغرب ما فيهاش تربة صالحة للزراعة بوفرة. التربة الصالحة للزراعة متواجدة في مناطق اللي ما تطيح فيها الأمطار أقل، فبالتالي هذا تيجيبنا على يعني لابيرتينونس ديال السياسة الفلاحية التي اتبعت من أجل مليون هكتار مسقي. راه تما تتشوف يعني هي سياسة كانت مهمة جدا وعندها الأسس ديالها، وطالما المغرب كان في إنجاز ديك السياسة التي حددت في أواخر الستينات من طرف الراحل الحسن الثاني التي سميت بسياسة السدود أو سياسة المليون هكتار مسقي أو مروي، هذيك السياسة كان عندها واحد عندها لوجيك ديالها، يعني كويرانس ديالها، بحيث الدولة تتجهز، الدولة تؤطر، الدولة تمول، الدولة تشتري المنتوج، تعطي القروض، خلقت مؤسسات للتأطير، هما المكاتب الجهوية، استثمار فلاحي، استثمرت كثيرا في البحث الزراعي وفي التكوين الفلاحي، يعني كان عندها واحد. جات سياسة التقويم الهيكلي ديال 83 وتما بدينا تنزعزعوا هذاك المنهجية ديال ديك السياسة الفلاحية اللي فعلا بدون هذا بدون مجاملة كانت تحاول توازن بين المنتوجات، بين تطوير المنتوجات المتوجهة الموجهة للسوق الداخلي. وباش نعطيها مثال، المنتوجات السكرية هذيك راه المستهلك المغربي ماشي التصدير، تطوير قطاع الحليب والمنتوجات المشتقة ديالو عبر الكهلاء، عبر استيراد أبقار حلوبة إلى آخره، موجهة بالأساس للسوق الداخلي. كانت نسبة لا يستهان بها من مساحات ديال المناطق السقوية في المجالات ديال هذه المكاتب
كانت تخصص لإنتاج الحبوب اللي تدخل من المواد الأساسية في الاستهلاك المغربي في النموذج الاستهلاكي المغربي، وكان وفيها من الخضر والفواكه اللي موجهة نسبة معينة للسوق الداخلي وبالنسبة للتصدير. إذا كان واحد الهاجس أولا ديال مقاربة مندمجة وفيها تدخل قوي ديال الدولة، وكاين هذاك الهاجس ديال الاستجابة لبعض الحاجيات للسوق الداخلية وتطوير منتوجات موجهة للتصدير باش تجيب لنا عملة صعبة ربما باش نستوردوا المسائل التي لا نتوفر على بما فيها التكميلة ديال الحاجيات الغذائية للبلاد. جاء تقويم الهيكل هو من تما ملي دخلنا في الليبرالية المتوحشة صافي احنا عطتنا هذا الشيء، ما بقاش هذاك الدورات الزراعية اللي كانت مفروضة في التخطيط ديال المكاتب الجهوية، ما بقاش ولا كل واحد يدير اللي بغى بدون رقيب ولا حاسب. وجات سياسات أخرى منها المخطط المغرب الأخضر اللي عطى تحفيزات قوية اللي مشاو الناس وسعوا بكثرة المساحات المسقية، وبالتالي داكشي اللي زيد عليه تأثيرات ديال المناخ وداكشي كامل جاب لنا الطامة العظمى اللي رحنا في شرعها اليوم ديال ما يسمى بالإجهاد المائي أو